السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحشتونا جدا جدا من الأسبوع اللي فات لغاية النهاردة. النهاردة حلقة متميزة جدا جدا في برنامج من الآخر. طبعا طلع معانا عدد كبير جدا من الشيفات المتميزين، كلهم متميزين عندنا في البرنامج، شرفونا في البرنامج طول السنة 2020. فطبعا لازم ندي طاقة إيجابية ولازم نميز المتميزين من الشيفات عشان يكبروا أكبر وأكتر وأكتر وأكتر. النهاردة معانا حفلة تكريم للمتميزين للشيفات. طبعا كتير بعتولنا قالولنا يعني احنا مش متميزين، احنا طلعنا معاكم برضو. لا، كلكم متميزين وكلكم كويسين، بس احنا اخترنا الشيفات بناء على مقاييس معينة، مش بس هي موضوع نسبة المشاهدة مثلا، لا، حاجات تانية كتير اخترنا الشيفات على أساسها. يعني شيفات معروفين نسبة مشاهدتهم عالية، ناس معينين طالبينهم كمان اللي هم يطلعوا بيستفيدوا منهم، ناس فعلا عملوا الحاجة كده، تميزوا في الحلقة بتاعتهم ان هم عملوا الأكل كده تحسوا من قلبهم، بطريقة طبيعية خالص، برضو اتميزوا. فالتميز مش معنى اللي هو نسبة مشاهدة وخلاص، تمام؟ طيب نبدأ بقى النهاردة الفقرات بتاعتنا، ومعانا أنا سميتها شيف التكريم، وهي أنا مدياها لقب الشيف الراقية، الشيف اللي بتحب تبتكر كل ما هو جديد، متطلعة جدا جدا على ما هو جديد في مجال الطبخ عامة، بتحب تدي كده ليها بصمة معينة في الطبق بتاعها مختلفة عن بقية الشيفات. معانا النهاردة شيف نورهان أبو شعيرة. ازيك؟ الحمد لله تمام. أخبارك إيه؟ كله تمام الحمد لله. أخبار الشعور إيه في الوقوف قدام الكاميرا؟ بصي أنا مش عارفة لسه، مش عارفة أتكلم. تبصيش للكاميرا خالص عشان ما تحسيش بحاجة نهائي، وإيه وتعاملي بطبيعتك، وأنا بشوف فيديوهاتك ممتازة، بتتكلمي بطريقة تلقائية والناس بتحبك كلك. ربنا يخليك يا حبيبتي. قولي لي بقى هتعملي إيه النهاردة؟ النهاردة هنعمل طبق كده حلو، طبق مكسيكي، تشيكن كاساديه، تمام، وهنعمل هوت شوكليت سخن يعني كويس، تمام، بس عشان الشتاء بقى ومش هعرف اعمل حاجات ساقعه، كان نفسي اعمل حاجات ساقعه بس مش هينفع. خلي بالك ان الشيفات هيشرفونا دلوقتي، تمام. وبصي بقى يعني احسن الشيفات موجودين، ايوه، هيدوقوا اكلك خلاص، تمام. فانت بس مش شيف التكريم، لا، ده انت كمان في اختبار كبير قوي ليك النهارده. فان شاء الله ربنا هيوفقك باذن الله كده، يا ربنا. وهسيبك بقى تبداي الفقره بتاعتك، ونطلع فاصل صغير ونرجع لكم تاني. نطلع فاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل الصغير ده. وطبعا في حدث حصل في مصر ولازم كنا نتكلم عليه قبل ما نبدا فقراتنا. طبعا عظماء مصر كتير جدا جدا، وفعلا مصر ولاده، عندها ناس فعلا بيبنوا حضارات. معانا النهارده شخصيه عظيمه، شخصيه الدكتور السيد ابو عيطه، علشان نعرف بقى مين هو الدكتور سيد. هو مفكر وكاتب سياسي متخصص في الشؤون الدولية ومكافحة الإرهاب الدولي والتطرف الديني، الحائز على جائزة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك في السلام والتنمية من اتحاد كتاب أفريقيا وأسيا عام 2005، والحائز على جائزة أبرز شخصية مصرية وعربية وأفريقية في مؤتمر التنمية المستديمة في أفريقيا عام 2009. شخصية الناس كلها فعلا بتحبها جدا جدا جدا، يعني شخصية بتتميز بالإمكانيات الفكرية والقدرات الشخصية والعلمية والإبداع والتألق.
حصل الدكتور على درجة الدكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة الأمريكية بمرتبة الشرف في موضوع مفهوم التعامل الدبلوماسي في ضوء أحكام القانون الدولي، ونشرت وصدرت في الإمارات المتحدة، وكان أول كاتب عربي يتنبأ، خلي بالكم من دي، أول كاتب عربي يتنبأ وحذر من حركات الفوضى التي حدثت عام 2011 في مصر والعديد من الدول العربية في كتابه الحركة العالمية للجماعات الإسلامية الصادر عام 2004. قالت عنه صحف كتيرة جدا في بريطانيا وأمريكا إنه من أهم وأبرز الشخصيات في أفريقيا، وهو من أهم رواد السياسة والاجتماع. معروف جدا عنه إنه بيحارب الإرهاب والتطرف، بيدعم المرأة في المجتمعات العربية، كتب كتير عن الانحراف الفكري والتعارف والتطرف سوري الديني، وصدر للكاتب الكبير الدكتور سيد أبو عيطة أكثر من 50 مؤلف. طبعا يعني دكتور زيداء يعني كلمة من عظماء دي قليلة عليه من كتر أعماله الكتيرة، يعني عنده 50 مؤلف، منها بقى إيه؟ كتاب النظرية العامة، كتاب مفهوم التعامل الدبلوماسي، كتاب في فن العلاقات الدولية، كتاب التحكيم الدولي، كتاب القانون الدولي الإنساني، كتاب القانون بين الأمم، كتاب النظام الأمريكي الجديد، كتاب اغتيال الأمم، كتاب الجائز وغير الجائز في نكاح العجائز، والكتاب ده اتعمل له حفل توقيعه، كان من أحسن الحفلات اللي حصلت في مصر في الوقت القريب لينا طبعا. فكنا ما ينفعش اللي احنا ما نتكلمش عن الموضوع ده أو عن الكاتب العظيم اللي بيمثل مصر برضو في الخارج، يعني كتبه معروفة جدا جدا في على مستوى الوطن العربي، وكمان مش الوطن العربي بس، دي حتى أمريكا والدول الأوروبية كلها بتتكلم عن هذا الكاتب العظيم. لو زي ما قلت لكم حضراتكم إنه من عظماء مصر. تعالوا بقى نشوف فيديو صغير كده عن الكتاب الجديد الخاص بسيادة الدكتور السيد أبو عيطة معانا. في البداية طبعا أنا برحب بحضراتكم وسعيد جدا أن أنا وسطكم النهاردة، وهذا الحفل ليس حفلي أنا وإنما حفلكم أنتم، أنتم أبطالها حقيقة والله. يعني أنا سعيد جدا بكل الحاضرين، سياسيين وشعراء ودباء وإعلاميين. الحقيقة النهاردة يعني احنا بنحتفل بهذا الإصدار الكبير اللي أطلقت عليه بعض الصحف الكتاب الأسطورة والكتاب المعجزة. هو يعني ربما يكون في شيء مبالغ فيه، لكن الحقيقة ان انا تعبت فيه جدا 3 سنين من العمل الشاق والسفريات والاطلاع والندوات والمؤتمرات والأبحاث حتى أصل إلى هذه الفكرة وتختمر في عقلي ويؤمن بها قلبي ثم ترى النور اليوم. 3 سنين من العمل الشاق،
يمكن رسالتي للدكتوراه الاولى او رسالتي للدكتوراه الثانيه، لان انا حاصل على 2 دكتوراه ما خدوش هذه المده يعني اعتقد الدكتوراه الثانيه خدت 2 سنين فيها، خلصتها في 2 سنين. الدكتوراه الاولى خدت يعني 3 سنين شويه كده يعني. انما هذا الكتاب لما بتوصل لمرحله من الجهد والفكر فانت بتدي عصاره جهدك، زي ما نقول صحفي او اعلامي بقاله 20 سنه شغال في الاعلام والصحافه، وبالتالي بيوصل لمرحله بقى ان هو متمكن يعني نفس الشيء يعني. فهذا الكتاب زي ما حضراتكم عارفين وقلنا ان هو بيتناول ظاهره ربما تكون غريبه على مجتمعاتنا، يعني زي مثلا جرائم المحارم اللي احنا بنشوفها دلوقتي، حاجات يعني غريبه يعني بتحصل ونراها. والنهارده انت اي حاجه بتحصل الاعلام بيسلط عليها الاضواء، ما عادش زي الاول، ما هي الجرائم دي موجوده من ايام ادم. انما هو دلوقتي علشان في شو اعلامي وفي قنوات وفي سماوات مفتوحه وفي سوشيال ميديا واللي هو بيكح كحه كده الناس كلها بتعرفها. فمن هذا المنطلق الموضوع متفجر يعني. من ناحيه ثانيه احنا يعني اهدينا الكتاب ده للمراه. حقيقي المراه يعني عايز اقول انها مظلومه، طول عمرها مظلومه. بتشتغل وتكافح وتجاهد وتقف جنب جوزها واسرتها وتربي اولادها وتعطي كل ما تملك لاسرتها ولمجتمعها وتكافح المجتمع في ميادين الحياه المختلفه. فطبعا لها مني كل احترام وكل تقدير، وانا عايز اقول للمراه مارسي حقوقك السياسيه والاجتماعيه، مارسي حقوقك كامله، الدستور والقانون كفلها، ما تتخذليش وما ترجعيش، لا تقدمي تقدمي. عايز اقول كمان ان دعم المراه وتمكينها مشاركه ضروريه واساسيه لاي مشروع نهضوي وتنموي. عايز اقول ان الحريه للمراه والنسويه للمراه والمواطنه للمراه انها تحصل حقوقها كامله، هذا هو مفهوم المواطنه، ان انت ترتبط بالمجتمع اللي انت عايش فيه. الدين ممكن يفرقنا شويه، هنختلف حتى بابناء الطبقه الواحده او الدينيه الواحده، انما الوطن هيجمعنا يا جماعه، الوطن مش هنختلف عليه. انما القواعد الدينيه المقدسه هنختلف في تفسيراتها وتاويلاتها، زي ما هنشوف بعض اتكلمت في التجديد الدين واحيائه، ان في فئات معينه بتطفي قدسيه على تفسيرات وتاويلات معينه وتحولها من بشري الى الهي مقدس، وهي عنها ببعيد. لا شيء يستحق التقديس سوى الكتب السماويه المقدسه بس. لكن لازم نفصل ما بين الماده المقدسه الخام في حد ذاتها، وما بين تفسيري انا كبشر لهذا النص او هذه الماده. ما ينفعش افسر نص مقدس معين واقول ان هو ده كلام ربنا او كلام الرب او كلام الرسول او كلام المسيح، لا ما ينفعش اقول ده كلامي انا، قابل للنقد وقابل للقبول وقابل للرفض، ما اطفيش عليه قدسيه، ما ينفعش. وبالتالي النص المقدس، ودايما بقول يسير مع حركه المجتمع حيث صار المجتمع، حيث صارت المصلحه العامه، ولا اقبل تفسيرا معينا بذاته يعارض المصلحه العامه للدوله او يعارض المصلحه العامه للمجتمع، لا ما ينفعش. احنا ناخد معايير جديده، معايير العقل، معايير المصلحه العامه للوطن، هي دي المعايير اللي تقبل لقبول النص المقدس وتفسيره، اقصد تفسير النص المقدس. النص المقدس ثابت في منطوقه، متحرك في دلالاته وتطبيقاته. هذا هو اللي انا عايز اوصله للناس في فكري تجديد الدين واحيائه. ايضا هذا الكتاب بيتناول العديد من القضايا الملحه والمهمه داخل الثقافه، زي انواع الانكحه الحديثه، الزواج العرفي والزواج السري، الزواج الالكتروني، زواج المتعه. هذه الانواع ممكن تقدم حلول لبعض الفئات والطبقات
زي مشاهير المجتمع، يعني مش قادر ان هو يعلن جوازه، جوز عرفي وسري بدل ما يقع في الخطيئه. فمش حرام ولا حاجه، حلال شرعا. زواج العرف حلال، زواج السري اذا كان هناك قبول، اجابه قبول وشهود حلال، مش مشكله. شرط العلنيه بتحقق باثنين شهود، مش لازم نعمل فرح ونعمل هيصه، لا مش لازم ورقه مكتوبه. الورقه مكتوبه ده نص نظام. ايضا زواج المتعه عند الشيعه بيحللوه، او هو حلال عندهم او هو حلال بقى حسب الاصل، يعني عشان نبقى صرحاء يعني. فما استمتعتم به منهن فاتهن اجورهن فريضه من الله، قضي الامر. اما جاء عمر بن الخطاب فاوقف هذا التطبيق العام لهذا النص. هو طبعا في يعني احنا بنقول احنا عايزه ضوابط شويه عشان اقول ان زواج المتعه ده يعني بالشكل المظبوط، فلازم احنا بنقول لازم يكون في شهود وفي مهر وفي قبول وايجاب. اما مساله المده بقى هي ده الفرق بينه وبين الزواج العادي. في زواج المتعه انت بتحدد المده اللي هتتجوز فيها، سنه اتنين شهر شهرين. في الزواج العادي ما بتكتبش، ما بتكتبش، وما تقدرش تقول في الزواج العادي انه مؤبد يعني في الشريعه الاسلاميه، انما طبعا في الشريعه المسيحيه هو مؤبد. خلاص، فده الفرق بين الزواج العادي وزواج المتعه وبين اللي هو تحديد المده او عدم تحديدها. فانا عايز اقول ان تحديد المده ليس شرطا في صحه العقد، ليس ركنا في صحه العقد او تكوين العقد، ملوش علاقه، ملوش علاقه خالص بمدى حل العقد او حرمته. المده دي ما انا ممكن ارتبط بواحده واتجوز واضمر جوايا ان انا اطلقها بعد يوم، مجرد استنفذ مصلحتي اللي هي مصلحه عندها معينه اتجوزها، ومش هقول لها ان انا هجوزك يوم في نيتي، ثاني يوم اطلقها بس خلاص خلصت. ايه الفرق؟ طب ربما اللي في المده في شفافيه، في وضوح، في صراحه، انما ده في غش. انا جوايا عايز اطلق بعد شهر بس ما قلتلهاش، طب ما ده غش، انا غشيتها كده. انما الصراحه تكون افضل. فطبعا هو بيتناول العديد من الاشكاليات المهمه في هذا المجتمع احنا تولناها في هذا الكتاب. وانا سعيد جدا ان معاكم النهارده وبحتفل بهذا الاصدار، وبشكر مكتبه مدبولي الراعي الرسمي للكتاب والراعي الرسمي لهذا الحفل. وانا عايز اقول ان اي كاتب في العالم لم تنشر له مكتبة مدبولي نصا فلا يعد كاتبا. وبشكر طبعا كل وسائل الإعلام اللي غطت هذا الحفل، وكل الصحفيين والإعلاميين اللي شرفوني النهاردة. وأهلا بكم وانتم أحبابي، أنا بحبكم جدا. بصوا بقى، زي ما نوهنا في اول الحلقه، النهارده عندنا حفل التكريم للشيفات المتميزات. وزي ما قلت تاني عشان ما حدش يزعل مني، كل الشيفات اللي شرفونا عندنا في البرنامج كلهم متميزين جدا جدا. طبعا المفروض كان من اول الحلقه تقدم معايا الحلقه دي الاعلاميه الكبيره دعاء نصر، بس مش عارفه اتاخرت بره ليه، مش عارفه ايه كانت بتعمل ايه. بص على كده قدام الناس دلوقتي شرفونا من الشيفات المتميزين اربع شيفات مع الاعلاميه دعاء نصر. كان مفروض كمان يبقى معانا شيف حنان محمد، بس مش عارفه ظروفها رغم اللي هي اكدت على الاعداد معانا امبارح. فهنبدا بقى نتكلم النهارده مع الشيفات المتميزين بتقديم بقى مين اللي هتقدم بقى. لا انا كفايه انا اتكلمت كتير بقى، يلا الاعلاميه دعاء نصر. اهلا بيك. اهلا بيك يا حبيبتي. طبعا مساء الخير اعزائي المشاهدين. زي الاعلاميه داليا شريف ما قالت لكم، النهارده معانا مجموعه من الشيفات المتميزين جدا واللي هيتم تكريمهم النهارده عن حصاد 2020. كل شيف متميزه معانا النهارده قدمت طبق في حلقه من حلقات برنامج من الاخر للاعلاميه داليا شريف. هنتعرف دلوقتي على كل شيف عملت ايه الحلقه اللي حضرتها معانا، وهيتم تكريمها ان شاء الله.
ميرفت سعيد. عملتي ايه لما جيتي؟ هو انا بصي متميزه شويه من اول ما دخلت يعني اتعرفت في الفيسبوك، فانا دخلت مسابقه تبعك تبع بصراحه تعليم فن الطبخ، وخدت مركز اول في الكبده. فانا الحمد لله يعني رابع مسابقه ادخلها والله العظيم بالكبده واكسب في ده حب الناس. لا انا عارفه ميرفت، ميرفت بتكسب حبيبتي يا دكتوره داليا. فكسبت اول حاجه في الاوبرا المصريه مع الاعلاميه دعاء نصر مركز اول باعلى لايكات. الف مبروك. تسلميني. وبعد كده بقى دخلت عملت كبده كذا برنامج والحمد لله. تسلميني يا حبيبتي. عايزين نكرم الشيف ميرفت. الشيف ميرفت اتفضلي. يلا شهاده ودرع. ميرسي جدا نورتينا النهارده. الشيف رندا عفيفي. رايحه فين؟ خليكي واقفه. الشيف رندا عفيفي، انا كنت مع حضرتك في مهرجان التذوق وقدمت للمسابقه. طبعا انت عارفه الكم اللي كان مقدم في الطبق، فالحمد لله خدت المركز الاول بشهاده كل الشيفات زي ما حضرتك عارفه، والحمد لله خدت المركز الاول. وجيت مع الاستاذه داليا هنا في اللقاء. قرب المايك كده. جيت معاها هنا في اللقاء. فقدمت هنا جمبري بتر فلاي بالزبده بصوص الزبده والبرتقال، وعملت كمان رز بالاناناس. طبعا كان حصري عند الاستاذه هنا، وكان ما عملتوش في القناه بتاعتي خالص، والحمد لله النهارده وصفاتك حصريه وجميله. انا متابعه. انا عارفه والله العظيم، ربنا يخليكي ليا يا رب. الف الف مبروك تكريمك معانا النهارده من الشيفات المتميزين. الله يخليك. ميرسي قوي. من الاخر تقديم الاعلاميه داليا شريف. ميرسي جدا. جنب بقى مدام ميرفت. تمام. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا حبيبتي، ربنا يخليكي. تسلمي. حضرتي الحلقه مع الاعلاميه داليا عملتش في الصمت. كنت عامله حلويات المولد النبوي شريف، والحمد لله يعني سمر سمير. اهلا بيكي. عملت الحلويات بتاعت المولد النبوي، الحمصيه والسمسميه والملبن، فالحمد لله كانت حل ناجحه جدا، وكل اللي جربها طبعا شكر فيها، فالحمد لله. يوتيوبر طبعا متميزه ومعروفه. تسلمي لي يا قلبي. تسلمي. كلمه بقى انا عايزه اقولها للشيف سمر سمير. سمر سمير في موضوع الشيفات المتميزات عندنا فازت بالمركز الاول، مش عشان كمان نسبة المشاهدة، لأ، لأن لقيت الناس بتحبها فعلا من قلبها. وناس كتيرة لما طلعت معانا في الحلقة قالوا لازم تيجي مرة واثنين وتلاتة. فعلا ليها جمهور متميز، جمهور محترم محترم كده، بيسموه جيش سمر. صح يا سمر؟ كلمة جيش سمر بس معروفة قوي. بحب كلمة جمهور، انا بحبهم اهلي واصحابي واخواتي. اهلها واصحابها. طبعا كلكم اهلي. واكتشفت النهارده ان هي بتدعم قنوات كتير جدا. كتير. خصوصا القنوات المبتدئين. فدي حاجة النهارده بصراحة يعني اضافت ليا، وربنا يا رب يكتر من امثالي. ربنا كرمني وكان فضله عليا كبير جدا، فانا بتمنى ان انا اقدر اعمل جزء بسيط من اللي ربنا كرمني بيه، ويعني ده حاجة بسيطة كده برضه لاخواتي القنوات الصغيرة. مش بحب برضه اقول القنوات الصغيرة، لان كلنا بدأنا صغيرين. كلنا صغيرين. فكل ده اجتهاد، وكل مجتهد نصيب يعني الحمد لله. بس سمر انت متميزه يعني. فعلا جدا جدا حبيبتي يا غالية. تسلمي. في ناس فعلا بيدخلوا لي يقولوا لي احنا بنستنى الفيديو بتاع سمر كده على اليوتيوب بينزل عشان ندخل نتفرج عليه. والله مش يعني مهم نتعلم، بس احنا بنحب نشوفها. فالقبول ده من عند ربنا سبحانه وتعالى لسمر حاجه كبيره جدا جدا جدا، ففعلا تستحق فعلا. صح. ان هي تاخد المركز حبيبتي. الاول معانا في البرنامج. وادخلوا لها على فكره على القناه، مش هي بس، كل طبعا الناس اللي معانا عشان محدش يزعل. هتتعلموا كتير، وهتتعلموا اسلوب كمان الحوار معاها، ازاي بتتعامل مع الناس، والاسلوب ده هو اللي بيخلي الناس تحبها. تمام. عندنا ما شاء الله شهادات كتيره يا سمر. معلش سمر سمير. سمر سمير. لا 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 لا. شكرا جدا. شكرا لاهلي اللي وصلوني للمرحله دي. مش اهلي اللي اهلي وصلي رساله لنوره. نور نور. صغيره كان نفسي تكوني معايا طبعا،
وتاني اهلي اللي هم وقفوا في ظهري، اللي هو بعد اهلي الاساسيين اللي هو متابعين القناه. انا مش عايزه اقول جمهور ولا جيش ولا الكلام ده، لان احنا كلنا اخوات في الله. بحبكم طبعا وبشكركم جدا. التوصيل اللي انا فيه او الوقفه اللي انا فيها دي، ان كانت هنا ولا في كاميرا البيت، بسببكم انتم. شكرا جدا، بنحييكي واسلمي، ربنا يبارك لك. ميرسي جدا. سارة شيف، سارة سمير. ممكن يا سارة تقدمي بس كده شويه؟ معلش قدمي جابت شويه تاني كمان. امسك؟ لا انت قدميني بقى، قولي الشيف سارة سمير. طيب قولي لي، جيتي البرنامج هنا اول حلقه مع الاعلاميه داليا، عملتي ايه؟ عملت كبده اسكندراني وعملنا سجق شرقي. ما شاء الله. سندوتشات الشارع طبعا نال اعجاب الجميع الحمد لله. يعني الاكل ده دايما الناس بتحبه. يعني اكل الشارع دايما الولاد بيسعوا له، او احنا دايما بنحب نجيبه، فانا دايما بحب اعمله في البيت وبعمله بطريقه سهله وسريعه كده وبس. ده اللي مركزه عليه ولا فيه وصفات تانية دسمه؟ طبق رئيسي حاجات لازم طبعا لازم طبعا. اوكي، بتعملي كل الاعتماد الاكبر على الاعتماد الاكبر عند ساره سمير على المعجنات والحلويات والاكل المصري. الحمد لله كل حاجه. بالتوفيق يا رب. بصوا بقى، ولازم برضو كل واحد ياخد حقه. ساره سمير معروفه جدا جدا على مواقع السوشيال ميديا كلها وخاصه الفيسبوك، تمام؟ مثال للانسانه الزوجه المحترمه اللي مشرفه فعلا مصر في البلاد العربية، خاصة طبعا عشان إقامتها قاعدة هناك في الكويت. كل حد ما عندهاش، بص ما فيش خلاف على سارة في احترامها في تقديمها الوصفات بإتقان من قلبها. تاخدي منها الوصفة كده وانت مغمضة، ما تحاوليش تعملي سيرش على وصفة تانية خالص. سارة من الناس اللي فعلا على السوشيال ميديا معروفة بالفيديوهات بتاعتها ووصفاتها فيها ابتكار، بتحب تغير. وعلى فكرة الابتكار مش مفروض اللي هو بحاجة غالية أو كبيرة، لا. شوفوا حتى الفيديو بتاعها البيتزا، عملت من التوست بيتزا، عملتها والله ما قعدت مثلا 7 دقايق غير لما اتاكلت من ايديها. يعني لا، يعني ساره من فعلا الناس اللي لما تقعد معاها كده بعيد عن الاستوديو بعيد عن الاكل تحبها، تدخل قلبك كده من غير اي حاجه خالص. لما قلت التكريم ده واتفقنا على الميعاد بناء على ايه بقى عشان تبقوا فاهمين؟ ايه ختام السنه خلاص كلكم عارفين، حلو كده؟ طيب وبناء على ايه؟ مواعيد طبعا الاعلاميه دعاء نصر عشان مشغوله، الناس طبعا المفروض تبارك لها علشان اصدار العدد ان شاء الله بالتوفيق كده، بالتوفيق ليها. وكمان ايه بقى؟ عشان ساره مش قاعده معانا كمان في مصر على طول، ففرصه ان هي موجوده في مصر، فلازم قلت ان شاء الله لازم تتكرم معانا، لان حلقتها فعلا كانت متميزه. تابعوها يا جماعه بجد، هتدخل قلبكم بس كده. نورتينا واسعدتينا. ميرسي جدا. هديه حلوه جدا وانا مبسوطه بيها. هديه حلوه جدا وانا مبسوطه بيها. وده يا جماعه تقدير على، يعني في ناس كتير شايفه ان فيديوهات الطبخ انتشرت جدا وبقت موجوده وبقت كتيره، بس انا يعني انا كساره شايفه ان الطبخ في البيت يعني من اهم الاساسيات. هو يعني الاكل ده يا جماعه، يعني انا طبعا كلنا بنحب الاكل، بس الاكل اصلا هو اساس صحتنا. لما بناكل كويس بتبقى صحتنا كويسه، فيعني الاكل كده يبقى محطوط شكله حلو وطعمه حلو. انا اكليه شرفتينا بجد. ميرسي جدا. ميرسي جدا يا دودو، اهلا وسهلا بيكي. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. عرفنا بنفسك او انا اعرفك الجمهور. حنان محمد، صاحبه قناه المطبخ لعبتنا، شيف مبتدئه. قربي انت معانا شويه. شيف مبتدئه بس الحمد لله يعني قادره اثبت وجودي في المجال، لان انا بحب الطبخ جدا جدا ويعني مبدعه فيه، فبطلع كل احساسي فيه، فالحمد لله.
حضرت مع هنا حلقه مع الشيف سوري مع الاعلاميه داليا. الصنف اللي عملتيه هنا ونال اعجاب الجميع. عملت بيتزا البيتزا بالبوب كورن في شاره الدجاج، حاجه جديده، حاجه حلوه متميزه، وطبعا كل الناس بتحب المقرمشات بقى والفراخ اللي هي الكنتاكي، الحاجات اللي هي طعمها حلو دي، فاحنا حاولنا نخليها تبقى بيتزا علشان تبقى حاجه جديده وحاجه كمان محبه للاطفال قوي قوي. ان شاء الله بجربها الاطفال ان شاء الله. شيف حنان محمد بقى، كنت مع حضرتك في المهرجان المنصوره. التذوق الترفيهي. ما جيتيش مهرجان التذوق ده اسكندريه؟ لا ما جيتش اسكندريه واعتذرت. حساب عليه. شيف بقى حنان محمد اخذت لقب شيف الطيوبه في على مستوى البرنامج كلها في وسط الشيفات. شيف حنان لما جت عملت البيتزا، انا مش عايزه اقول لكم عملت ايه، بقت يعني ايه تقطع البيتزا كده وعايزه تديها لاي حد كده وتقول لي ايه لا وزعي البيتزا، اقول لها طب مش حاضر كلنا هناخد، لا 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 لا، وفضلت واقفه لغايه ما الناس ايه كلها اطمنت كده اللي هي دخلت معدتهم. اسلوبها كمان في تقديم الوصفات عندها تحس كده ايه امك اختك الكبيره خايفه على مصلحتك من الاكل، مش تدي لك الاكل كده وخلاص، لا تحس كده انها الاصل اللي هو بتاع، انتوا عارفين الناس بتاعت زمان بقى دي خالص اللي فيها الاصاله هي حنان. الف الف ليكي. الله يبارك فيك يا دكتوره. تحرمش من صحتك. يلا معانا كمان النهارده من اول حلقه الشيف نورهان ابو شعيره، وطبعا دي اللي انا اللي اتكلم عنها لان دي انا اعرفها من سنين. شيف متميزه جدا متالقه، حاولت انها تبدع تعمل كتير تجتهد على نفسها لحد بالفعل ما عملت قناه لليوتيوب، والقناه دي الحمد لله هتقول لنا الاول اسمها نورهان ابو شعيره. قناه اليوتيوب نورهان ابو شعيره. القناه دي يعني بجد وصفات سهله جميله. يعني الهدف منها ان هي يعني تسهيل الصعب عشان البنوتات الصغيرين اللي لسه هيبداوا حياتهم او كده او المغتربين، فهي الهدف منها ان هو تسهيل الصعب وللمبتدئين طبعا. تعالي يعني تسهيل الصعب وللمبتدئين وللمبتدئين كمان. طبعا معلش انا كنت عايزه اعرف بس النهارده انت بتعملي لنا ايه؟ النهارده انت معانا من اول الحلقه جايه النهارده تعملي وصفه مخصوص. النهارده بعمل تشيكن كاساديه ومشروب سخن هوت شوكليت. هندوق طبعا بس قلتلك بص الشيفات عامله ازاي. احنا النهارده بنشكرك جدا على تميزك في الوصفه اللي احنا شامين ريحتها وانا متاكده من طعمها. ربنا يخليك. الف الف مبروك. الله يبارك فيك يا رب. ميرسي. مبروك كده. كرمنا كل الشيفات اللي حضروا معانا وشرفونا طبعا، ولسه قاعدين معانا يعني لسه الحلقه قدامنا باقي ان احنا دلوقتي يعني. هنكرم الاعلاميه المتميزه داليا شريف. لاني بجد هي اول حد لازم وضروري انها تستحق. انا قاعده معاكم. لا لازم تستحقي بجد التكريم لان انت بتساعدي الكل. ربنا يخليكي بجد يعني بتساعدي الكل وبتقفي جنب الكل وبتدعميهم وبتديهم اكتر من حقهم، فاحنا او معلش بالنيابه عنكم كلكم مش عني، ان احنا النهارده نكرم الاعلاميه داليا شريف عن برنامجها من الاخر. طيب كلنا نقدم لها. طيب كلنا نشارك كده. الف 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 من بعيد مفيش بوس من بعيد بقى كده. الف 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 ميرسي يا دودو بجد. ميرسي يا جماعه جدا. عايزين بقى نقول للناس اللي ورا الكاميرا، الناس اللي تعبت فعلا طول الفتره اللي فاتت معانا علشان نقدم برنامج محترم نال على اعجاب ناس كتيره جدا جدا. طبعا معانا اول واحد بقول له ثانك يو. كنت متعبه جدا جدا السنه دي مع حضرتك، كنت على طول في ودني
ما بتبطلش اعملي واعملي واعملي وعمال تشجعني وقولي كذا واسكتي يعني فعلا انا تعبت جدا جدا معاكي ولسه مستمريه مع حضرتك. مش معنى كده اللي انا ماشيه يعني قاعده مع حضرتك تاني. هو المخرج العظيم وليد عماره يتفضل بقى. يلا عايزين سقفه سقفه ايه؟ انتوا مش عايزين تسيبوا التكريمات من ايديكم سقفوا. لا ثواني ثواني وتيجي يلا يلا. اهلا اهلا رحبوا بيه يلا رحبوا بيه يلا عشان كله يطلع في الكاميرا. في انتظارك اهو قاعدين. ماشي 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 اوكي. طبعا يعني هو من احسن المخرجين اللي فعلا اتعاملت معاهم في مجال الاعلام. صبور جدا 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 عليا لان انا مش اي حد يعرف يتعامل معايا بصراحه يعني خاصه في الشغل يعني شويه كده. فيتفضل بقى اتفضل حضرتك يلا يلا لا انتوا منورين على طول والله. اتفضل حضرتك اتفضل حضرتك بقى. والله انا اتبسطت جدا. البرنامج كان جميل طول السنه والله وانت بتسمعي الكلام بس اهم حاجه تبصي لكاميرتك. حاضر. دي اهم حاجه. دي مشكله كبيره قوي بالنسبه لي. عارفه الشاشه مش هتكسر. المره الجايه بقى مش هيبقى في شاشه. مفيش فايده برضو فيا. اتفضلي. هو قال العيب ما قالش الميزه. الميزه ما يعني ميزات كتير يعني لا بصراحه يعني. كلامه شاطره جدا فعلا وبرنامج جميل وكلنا مجتهده ودايما بتجيب ناس فعلا متميزين فعلا في كل المجالات وخصوصا في مجال المطبخ اللي كانت حاجه اساسيه فعلا في البرنامج. وبالتوفيق وبالتوفيق وبالتوفيق. كل سنه وانتم طيبين كمان. شكرا. ميرسي جدا لحضرتك. شكرا للجميع. شكرا. طبعا نضم بقى كده عشان ايه نظهر كده كلنا. يلا ساره زهره زهره انتوا تبصوا للشاشه دي اللي هي اللي هتتكسر بسببنا. هتتكسر بسببنا ان شاء الله. طيب معانا برضو كنا طالعين عيني برضو مش عايزه اقول لكم في البرنامج الاستاذ نصر شاهد. انسان محترم جدا كان بيتعاون في البرنامج ما بيسيبش هفوه كده برضو غير لما يقول عليها. يتفضل بقى معانا. فين السقفه؟ السلام عليكم. اتفضل. هتقول لنا ايه بقى؟ بصراحه برنامج جميل واستاذه داليا من الناس يعني الممتازه جدا الموجوده على الشاشه عندنا وبنتمنى لها دايما التوفيق وقدمت لنا حاجات جميله جدا على القناه يعني فبشكرها جدا على الشكل الجميل اللي كانت بتطلع بيه. شكر حضرتك جدا. حضرتك الشهادات بقى تقدير بس كده خلاص. نقدمها بزياده بزياده خليها عشان بتاع الاستوديو بتاع اللي ورا. صوتنا طالع يا جماعه على لا لا لازم ايه ليه يعني ايه انا جعت وانا جعت برضو بس برضو لازم في ناس تعبت معانا برضو يا جماعه خلف الكاميرات. هنقدم لهم شهاده تقدير علشان يفتكروا بينا رغم اللي انا قاعده معاكم وقلت لكم بس برضو هنقدم لهم شهادة التقدير. يا ريت بقى تشوف ده تتصرف فيه علشان تيجي تاخد شهادة التقدير بتاعتك. هتسيب الكاميرات؟ طب انت هتيجي هياخدها ازاي؟ الكاميرات اجي بيقول لك خليك. طب اجي 24 ايه؟ استاذ وليد اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اتفضل استاذ محمد. استاذ محمد نجاح اتفضل. ألف مبروك وظبطنا بقى في الكاميرا. التاني اسمه ايه؟ التاني ماشي اوكي. والشهادة التانية للأستاذ نادين. أستاذة نادين اتفضلي. تعالي تعالي. انتي مكسوفة ولا ايه؟ احنا كده ما سقفناش لأستاذ محمد نجاح. لا هنسقف. بص احنا هنسقف للصف كله. مكسوفه ليه؟ العسل. مكسوفه. دوره التصوير الجميله. نادين ايمن نادين خلف الكاميرا. دلوقتي معانا قدام الكاميرا. شايفين القمر؟
مكسوبة قوي من وراء الكاميرا. وراء الكاميرا. اتفضلي قولي لي بقى انت خبرتك قد ايه؟ انا حاسه ان انت صغنططه. يعني مش كتير، مش كتير قوي. طب دي تعتبر يعني حاجه ايجابيه كده ليكي وتديكي دفعه اللي انت تبذلي مجهود اكتر واكتر. طبعا كبرنامج انت طالع عينك ما مش مشكله يعني، ده نحطها على جنب كده. بس بقول لك ميرسي ليكي طبعا على تعبك، وطبعا انا قاعده معاكم طبعا مش هسيبكم، يعني التعب مستمر معاكم. ميرسي ليك يا حبيبتي، ميرسي ليك. طيب اخبار المطبخ ايه؟ هناكل ولا لا؟ هناكل ولا ايه الدنيا؟ انا جاي من اسكندريه ما اتعشتش. خلاص خلاص، اللي جاي من اسكندريه كتير. ايه ده؟ خلي بالكم. ماما انا اللي هدخل المطبخ وهلي. ماشي اوكي. طيب هبص. طيب نطلع فاصل صغير ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم بقى بعد التكريم الجميل المتميز اللي عملناه، ونشوف بقى المطبخ اخبار شيف نورهان ايه في الاكل. خلصت الاكل اصلا؟ لا دي عملت سريعه ممتازه جدا. ده الباقي قول لنا بقى عملتي ايه كده. انا عملت محتاج الزبده عشان اعمل لكم بقى من بتاعتك. مش ناكل وانت تاكلوا او كل ما انت لازم تاكلي. خلي بالك الشيفات، الشيفات المتميزين قاعدين بره وهناخد رايهم. ده مش كده. قول لنا بقى عملتي ايه. بصي يا ستي، دي تشيكن كاساديه. ماشي. دي الاول بتحطي زبده وبعدين توم تشوحي شويه، وبعدين تحطي عليها الفراخ صدور بقى بانيه اي حاجه. تقلبي بقى كويس، وبعدين اخر حاجه بتحطي الفلفل الالوان برضو بقى بتستوي. خلاص عندك بقى عيش تورتيلا، بس انا النهارده جايباه جاهز طبعا عشان وقت البرنامج. تمام، بس ممكن يتعمل يعني. بيتعمل في البيت. قناتك اسمها ايه بقى قلنا؟ نورهان ابو شعيره. تمام، نورهان ابو شعيره. بس وبعد كده بقى بتحطي زي ما انا عملت كده، وبعدين تحطي جبنات اللي عندك كلها، شيدر المتاح صح؟ شيدر موزاريلا، شيدر تركي وموزاريلا. حلو قوي. بس كده. والحلو هوت شوكليت. ده مايونيز. قلت جاي اجيب كده. انا اللي عاملاه برده مش جاهز. لا ده لازم اروح. معاك حاجه نروح بيها؟ بس استني امسح لك. قول لنا بقى بس الهوت شوكليت بقى كوبايتين لبن عليهم ثلاث او اربع معالق كاكاو خام. تمام. اللي هو مش محلى. وبس بتحطيه بقى على النار، تدوبي الكاكاو الاول وبعدين تحطيه على النار. يغلي. تكوني مجهزه برده شوكولاته خام مش اللي هي المحلاه برده. وتدوبيها فيه، وبعدين بقى بتحلي زي ما انت عايزه بالسكر، واللي فوق ده كريم شانتيه، وده صوص شوكولاته. طب انت متاكده المايونيز مش جاهز؟ لا لا انا اللي عاملاه والله. قوليه، قولي لنا الوصفه كده عشان الناس. هقول بتجيبي الخلاط. ممتازه. تحطي فيه اتنين بيضه. تمام. ربع كوبايه خل، معلقه سكر. أوكي. معلقه ملح او الملح على حسب ما انت عايزه. وبعد كده بقى بتضربي كل ده كله مع بعض، وبعدين الزيت بينزل بقى ايه صرصو كده. صرصو رفيع كده لغايه ما يديك القوام ده. طيب بس تمام. طبعا الحلقه الوقت عدى سريع. بشكر كل ضيوفي اللي شرفونا، وبقول لهم بالتوفيق اكتر واكتر واكتر. بشكر الإعلامية الجميلة دعاء نصر اللي دعمت الشيفات، وفعلا بتدي طاقة إيجابية كبيرة جدا للناس. بشكرك جدا جدا. بشكر الشيف نورهان اللي هناكل بعد ما هنقفل الكاميرا إن شاء الله، واستنونا إن شاء الله السبت القادم في تكريم برضو لباقي الضيوف. ومعانا دكتور متميز جدا 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 الحلقة القادمة في مجال الأسنان، دكتور شاب معروف جدا في المحافظة عنده، بيتميز بانه يعني انا مش عايزه يعني ايه اقاطع ولا اقول لكم هو بيعمل ايه ولا هو معروف. انا لو قلت لهم النبذه حتى هتبقى يعني هيعرفوه قوي، يعني هيعرفوه. بس يعني اقول ولا ما اقولش يا دودو؟ يعني نبذه صغيره.
نبذة صغيرة. تشويق. طيب معانا دكتور خالد الزكي الباز من محافظة المنصورة، هيشرفني الحلقة الجاية. حلقة بالتوفيق إن شاء الله، حلقة تكسر الدنيا. بالتوفيق وشكرا لكل ضيوفي. السلام عليكم ورحمة الله. باي باي.